السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم جميعا، لكل عشاء زراعة البطيخ، أهلي أهل الدلتا، أهل زيان وقلبش وأهل جمصة الطيبين. النهاردة حابين نوفر عليكم حاجة هتوفر عليكم كتير جدا 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 في الشغل. احنا النهاردة في الأرض انت شايف كده، شايف الأرض طلعت قد ايه عشيش، دي كلها حشيش طالعه فين؟ شفت الحشيش طالعه فين عامله ازاي؟ شفت العفش طالع في البطيخ ده؟ طبعا بطيخ ده، العفش طالع في البطيخ، تمام؟ طبعا احنا اول حاجه الخراطيم دي من عندنا، ماشي، المشامه من عندنا، مش هينفع نسيب اهلنا كده بالعفش ده كده، هيتقى ازاي؟ النهارده العزاء السبع طن، ده شغلانه ده كده يتلم اهو. ده كده خلاص معاش هتلاقي خالص الكلام ده. كله طالع من تحت. العفش كان عامل لنا ازاي؟ طبعا لو علي واطي بتسوي لك الارض. تاخد كره رايح وكره جاي. انت شايف الخط بتاعها معلم اهو. أرض بطيخ نعمل ايه تاني؟ هنوفر عليك، احنا يهمنا ان احنا نوفر عليك جامد، يهمنا ان نساعدك، ماشي. شوف وصلنا لحد فين، شوف اللي اتعزق احكم بنفسك انت، اللي اتعزق اللي ما اتعزقش. دوت كده ده بطيخ. احنا يهمنا ان نساعد اخواتنا وابهاتنا الفلاحين، اتفرج اتفرج على الشغل بتاعها. تبعت البعثة عزيزة كده وجاية زي ما شاء الله 10 على 10. ليه ما كانش مقتنع بقى خالص؟ انه اول شوف 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 الارض عامله ايه، قوي عامله ازاي، واللي ماشي عامله ازاي. ما شاء الله شغل 100 100 والله. بتوفر قاعدك قاعد اقنعه فيها بقالي 3 ايام، اقنعه خد عزاء خد عزاء خد عزاء، لو ربنا اهداه خد عزاء. احنا مش عزاء مش على تمنى، العزاء على توفر عليك ايه. انا يهمني مش والله مش مكسب، واللي يعرفني عارف ان انا مش من طماع المكسب، انا يهمني انك اوفر عليك. احنا كان الاول بنزرع بعلي، بنزرع غمر، بنزرع طنقيط، بنزرع مكشوف، مش هنقي العفش، هنوفر عليك اوفر جامد. الحته من دي اللي احنا عملناها دي كده
اللي احنا عملناها كده تاخد لها نفر، نفر ثمنه 100 جنيه اللي احنا عملناها دلوقتي، اللي هو خدها جروتين وراح وجاي كده، تاخد لها نفر، النفر ده ثمنه اللي اهلنا عارفين ده ثمنه 100 جنيه. هو عاملها ما كملش معاه دقيقتين، دقيقتين ونص، ثلاث دقايق، راح وجه وراح وجه، تمام؟ هي بس هتبقى مشكلتنا ان نعدي المشمع، فهنعدي المشمع شايلين. تمام، هنعدي المشمع شايلين. دي العزقة، دي أرض بطيخ، دي هتساعد أهلنا في زيان، في قلبشو، جمصة، صحراوي. الأرض دي، المنطقة دي بالذات، لأن بقى العش فيها زيت زيادة عن اللازم، بتاخد عمالة كتير. فدي لو خمس فدادين يجيبوا حق العزاء، خمس فدادين بس يجيبوا حق العزاء، لو تعملهم مرة واحدة بس، مرة واحدة بحق العزاء. شوف أنت، احكم بنفسك. بص، اطلع مع ال